سايبر سيكيورتي بارك. أهم وحدث الأخبار والمسجدات في عالم الأمن السيبراني في نشرة أسبوعية تأتيكم برعاية سايبر سيكيورتي بارك. إصدار تصحيح غير رسمي مجاني لحماية مستخدمي ويندوز من جميع ثغرات زيرو دي برينت نايتمير الجديدة المكتشفة منذ يونيو. فيموير تصدر تحديثات أمنية للعديد من المنتجات لمعالجة ثغرة أمنية خطيرة يمكن استغلالها للوصول إلى معلومات سرية. وسيسكو تطلق تحديثات لمعالجة ثغرات حرجة تؤثر على أجهزة توجيه في بي ان للأعمال الصغيرة الخاصة بها والتي يمكن أن يسيء استخدامها مهاجم عن بعد لتنفيذ تعليمات برمجية عشوائية وحتى التسبب في حجب الخدمة. سايبر سيكيورتي بارك نشرة أسبوعية من عمان داتا بارك.